يوجد حوالي 50,000 مطار حول العالم، معظمهم لديهم بنية تحتية كبيرة، لكن هذا ليس بالإجماع تماما. وكما تبرز بعض المطارات من حيث الجودة والسلامة، يبرز البعض الآخر لعدم وجود هذه المبادئ. وهناك أيضا من يلفت الانتباه إلى الخصوصية، لكن ما الذي يدفع الشخص إلى المخاطرة بحياته في المطار، حيث يصل ارتفاع جرف المدرج حوالي 1000 متر؟ أو لماذا يستخدم بعض الأشخاص مطارا يجب أن يكون مدرجه مسطحا تماما؟ في هذه القائمة سوف نرى اليوم بعض المطارات الأكثر خطورة وغرابة في العالم. مطار جبل طارق كان سيكون أكثر من مطار عادي لو لم يكن الشارع الرئيسي في المدينة يعبر مدرج المطار، أو بالأحرى فإن مدرج المطار يعبر الشارع الرئيسي. الطريق السريع الرئيسي الذي يربط جبل طارق بإسبانيا هو المكان الذي تم فيه بناء المطار، لأنه هو الموقع المسطح الوحيد في المدينة. وكما يعلم الجميع فإن المطار أو على الأقل المدرج يجب أن يكون في مكان مستقيم، لذلك قررت السلطات بناء المدرج وسط هام طريق سريع لجبل طارق، لأنه لم يكن هناك طريقة لتغييرها. وعلى الرغم من أن النظام هناك غريب، إلا أن كل شيء يعمل بشكل مثالي، حيث أنه عندما تقلع الطائرة أو تهبط تتوقف حركة المرور لكل من المشاة والسائقين على حد سواء لمدة 10 دقائق بحد أقصى. وقد تفكر في أنه من الممل الانتظار طوال هذا الوقت، ولكن السكان المحليين معظمهم من السياح يستمتعون برؤية الطائرة تقلع أو تهبط أمامهم أثناء انتظار فتح حركة المرور. وحتى اليوم لم تسجل أي حادثة تحطم طائرة في مطار جبل طارق. مطار لوكلا. إذا كنت ترغب في زيارة جبل إيفرست، فربما تحتاج إلى استخدام مطار مدينة لوكلا في نيبال على ارتفاع 2900 متر. وبسبب المدرج القصير جدا يصل طوله 500 متر فقط، يعتبر هذا المطار أكثر خطورة في العالم. ويكمن الخطر الأكبر في جرف يبلغ ارتفاعه 600 مترا تقريبا، والذي لا يترك للطيارين أي مجال للخطأ. هذا المطار المخيف بمثابة نقطة الانطلاق للمتسلقين الذين يرغبون في تسلق جبال إيفرست، وهذا ما يفسر سبب استقبال مطار لوكلا الآلاف من الناس في السنة حتى مع وجود جرف ضخم في نهاية المدرج. ولكن لسوء الحظ مطار لوكلا كان مسرحا للحوادث العديدة التي كان سببها الغيوم أو الضباب الذي يحجب رؤية الطيارين، كما حدث في هذا الفيديو المسجل عام 2008، حيث لم يتمكن الطيار من رؤية المسار وانتهى به المطاف بتحطيم طائرة على الهاوية. مطار كورشوفيل. المبدأ الأساسي لمدرج مطار جيد هو أن يكون مستويا تماما، لكن هنا في مطار كورشوفيل في جبال الألب الفرنسية لا يؤخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار، حيث نجد مدرج المطار مائلا ويشبه إلى حد كبير التل. وإلى جانب كونه مدرج قصير، فإنه على بعد 800 متر عند الهبوط أو الإقلاع يجب على الطيارين القيام بمناورة الممرات الضيقة بين جبال الألب دون أي مساعدة بصرية على الأرض، حيث لا توجد أضواء أو أدوات توجيه الطيارين في الظلام وأثناء الضباب، مما يزيد من تعقيد العملية. وقد تم تسجيل بعض الحوادث معظمها بسبب مدرج المطار القصير، وكما ترى في هذا الفيديو المسجل في وقت سابق من هذا العام فشل الطيار في إيقاف طائرة في الوقت المناسب، وبالتالي انتهى به الأمر بالاصطدام مع جرف ثلجي. لكن لحسن الحظ أصيب الطيار والركاب بجروح بسيطة فقط. مطار غيزبورن. يوجد كل شيء ليكون مطارا عاديا لولا أن خط القطار يعبر منتصف المدرج. بما أنه لا يوجد طريق لتغيير خط القطار في مدينة غيزبورن، قررت السلطات بناءه وسط مدرج مطار غيزبورن نفسها، مما جعل المدينة الصغيرة معروفة في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الخصوصية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يبدو غريبا، إلا أن كل شيء هنا يعمل في وئام تام، حيث أن فريق برج مراقبة المطار يحذرون الطيارين إن كان القطار يمر، وينتظرون حتى يصدر البرج الأمر بالهبوط الآمن. مطار جزيرة بارا. هذا يبدو جنوني، ولكن مطار جزيرة بارا في اسكتلندا لديه مدرج غريب جدا. إنه في الواقع ليس مدرجا كبيرا، لأن الطائرات تهبط وتقلع على رمال الشاطئ. وإذا كنت تخطط لزيارة هذا الشاطئ في يوم ما، فسوف تجد طائرة تهبط أمامك مباشرة. وإلى جانب الاضطرار إلى أن يكون الطيارين على دراية بالأحوال الجوية، يجب عليهم أيضا التحقق من حالة المد والجزر قبل الهبوط على رمال الشاطئ، لأن المد والجزر عادة ما يغطون مهابط الطائرات.
مطار سيكياثوس اليونانية. اضطر جزيرة سيكياثوس اليونانية إلى استعادة الأرض من البحر، ونظرا للمنطقة الصغيرة كان يجب بناء مطار الجزيرة الخاص في هذا الموقع. وعلى الرغم من أن المدرج لا يزيد طوله عن كيلومترا واحد، فلا يمكن للطائرات التي يزيد حجمها عن طائرات بوينغ 757-200 الهبوط على هذا المدرج، لأنه خارج حدود المطار من خلال طريق ساحلي إلى أعلى المدرج يوجد منحدر هبوط طفيف، ولذلك يبدو أنه قصير ويخدع رؤية المسافة. والهبوط المعقد هو عندما يجب على الطيارين الذين يرغبون في الهبوط هناك القيام بدورة إضافية للحصول على الإذن بالهبوط، لكن فقط أولئك الذين يحملون رتبة الكابتن يمكنهم القيام بذلك. مطار ناريسارسواك غرينلاند. يخدم مطار ناريسارسواك المدينة المتجانسة الواقعة في غرينلاند، وعلى الرغم من أن عدد سكانها يصل 160 شخصا فقط، فإن مناطق الجذب السياحي الطبيعية في المناطق ذات الأنهار الجليدية الجميلة تجعل المطار أكثر استخداما مما تتخيل. ولكن الهبوط في هذه الوجهة يعتبر بمثابة عمل للخبراء، خاصة بالنسبة للمناورات الضرورية التي تحدث من خلال مضيق بحري، ولذلك تحتاج الطائرات إلى الالتفاف بزاوية 90 درجة لتتماشى مع المدرج، وكل ذلك مع قوة الرياح، حيث وصفها بعض الطيارين مثل التحليق في أحد شوارع المدينة مع المباني العالية، وكل ذلك دون ذكر الجليد الذي يمكن أن يظهر على مدرج المطار خلال جميع فصول السنة. مطار خوانشوي راوسكوين. تتشرف جزيرة سابا الكاريبية بامتلاك مطار مع أقصر مدرج للإقلاع والهبوط في العالم. مطار خوانشوي الشهير بصعوبة الفرامل للطائرات لدرجة أن خطأ صغيرا في العملية الحسابية أو في بعض المناورة قد يؤدي إلى سقوط الطائرات في البحر، بالإضافة إلى أن الموقع لا يجعل من السهل الوصول إلى المطار لأنه محاط تماما بالتلال والمنحدرات، والطيارون الأكثر خبرة هم فقط الذين يمكنهم القيام بالهبوط الصحيح على المدرج القصير هذا المطار. مطار بارو بوتان. المطار الدولي الوحيد في بوتان هو مطار آخر يظهر في جميع قائمات المطارات الخطيرة لعقود من الزمن، ويكفي أن نشير إلى أن هناك فقط 8 طيارين في العالم لديهم المهيلات الكافية للهبوط على هذا المدرج. وتكمن المشكلة الرئيسية لهذا المطار في الهبوط الوحشي والسريع الذي يجب على الطيار القيام به للوصول إلى المدرج، والسبب هي الجبال التي تحيط بالمطار على طول محيطها، مثل سلسلة جبال الهيمالايا التي لها ارتفاعات تصل إلى 8848 مترا. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المدرج يصل طوله أكثر قليلا من كيلومترا ونصف، يقع على ارتفاع يصل 2332 مترا فوق مستوى سطح البحر، يمكننا الحصول على فكرة عن كيفية التعامل مع الأمر. مطار ماديرا. تم بناء هذا المطار على جزيرة ماديرا الصغيرة، وعلى بعد مسافة قصيرة من الساحل يوجد مدرج المطار، وكان الحل هو تمديده عبر البحر بحوالي كيلومترا من المدرج على 180 عمودا خرسانيا. وبالإضافة إلى ذلك فإن مطار فونشان القديم الذي يسمى اليوم مطار كريستيانو رونالدو كثيرا ما تصيبه رياح متغيرة وقوية، وعلى أحد جانبيه جرف صخري يجعل مسار الاقتراب يتم في منحنى، وكما هو الحال في الكثير من المحطات الجوية. يجب على الطيارين الذين يرغبون في العمل هناك اجهاز دورة خاصة تمكنهم من القيام بذلك، وليس فقط للهبوط والإقلاع بأمان، بل يجب أيضا أن تكون محركات الطائرة في أقصى درجة الطاقة لأسباب تتعلق بالسلامة، وليس مع انخفاض الطاقة كما هو شائع الاستخدام. مطار تونكونتين الدولي. مطار تونكونتين الدولي الذي يقع في عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا هو أحد طرازات كلاسيكية في قوائم المطارات الخطيرة. موقعه يقع على ارتفاع 1000 متر بين الجبال، وبسبب قرب المطار من المدينة لديه مدرج قصير جدا يصل طوله إلى 1800 متر، ولذلك يجب على الطيارين الانحدار بشكل حاد وفقدان الارتفاع بسرعة للوصول إلى الموقع الصحيح. لكن رغم ذلك فإن طول المدرج القصير يجبر الطيارين على لمس الأرض في بداية المدرج، وهذا ما حدث لطائرة تاكا A320 في عام 2008 حيث لمست الأرض في وقت متأخر وانتهى بها الأمر بمغادرة المطار والاصطدام بالسيارة في شارع قريب.